أكبر. قتيل وثلاثة عشر جريحا هي حصيلة الاشتباكات التي اندلعت فجر الخميس داخل مقر اللواء العاشر مشاة في مدينة تراغن الواقعة حوالي 120 كيلومترا شمال مدينة سبها بعد هجوم لمجموعة مسلحة يشتبه بانتمائها للمعارضة التشادية. هجوم المسلحين التشاديين على مقر اللواء واقتحامه بدأ مع حوالي الساعة الخامسة فجرا شاركت فيه سيارات مصفحة قبل أن ينسحبوا منه تحت كثافة النيران بعد سيطرتهم على المعسكر لمدة لا تزيد عن ساعتين واتجهوا نحو منطقة غدوة الواقعة حوالي 60 كيلومترا شمال تراغن. مسلحو المعارضة وخلال انسحابهم من مقر اللواء اختطفوا ستة من منتسبيه من بينهم معاون أمر اللواء جمعة الثابت قبل أن يعثر عليه مصابا بإصابات بليغة في الرأس والصدر وحالته الصحية ما تزال مستقرة بحسب ما أكده مدير مكتب الإعلام بمستشفى تراغن العام محمد باوا. مسؤول مكتب الإعلام في اللواء العاشر خالد الشيطاوي قال لليبيا الأحرار إن المعارضة التشادية استولت على 22 سيارة مسلحة كما تعرض عدد آخر من الأليات إلى الحرق داخل المقر مرجحا أن يكون سبب الهجوم هو محاولة تفريغ قوة اللواء باعتباره يمتلك عددا كبيرا من الأليات والعتاد وكونه القوة الأكبر في منطقة حوض مرزق وفق تعبيره. مصدر عسكري آخر من تراغن رجح أن يكون سبب الهجوم يعود إلى مشاركة اللواء العاشر في العمليات العسكرية ضد مسلحي المعارضة التي جرت الأسابيع الماضية في منطقة أم الأرانب. عميد بلدية تراغن عبد السلام شنغنة قال للأحرار عقب الهجوم إن الجهات الأمنية في المدينة بدأت حالة من الاستنفار القصوى إضافة إلى خروج قوة من المدينة لتتبع أثار المهاجمين. تطور جديد هو الأول من نوعه في المنطقة بعد تصعيد المعارضة التشادية التي تتمركز داخل الأراضي الليبية وتسيطر على عدة مرافق حيوية مهمة في الجنوب الغربي الذي تنشط فيه الحركات الأجنبية متمردة على بلدانها، الأمر الذي تسبب في حالة من الانفلات الأمني في المنطقة منذ سنوات.